فاكرين قرية نيدية في مركز دمنهور محافظة البحيرة اللي كانت بتعاني من مشاكل كتيرة؟ مؤسسة واحد من الناس بالتعاون مع مؤسسة الإصلاح والنهضة الحمد لله قدرنا نبعت لهم 200 بطانية من ضمن فعاليات حملة خير الشتاء، بجانب قافلة مواد غذائية غطت حوالي 100 أسرة. شوف التقرير. بنشكركم لواحد من الناس البطانية والحاجة اللي انتوا بعتناها لنا، وبنشكركم جدا جدا اللي انتوا نزلتوا نديبة وعرفتوا اللي فيه. انا ما كانش عندي بطانية، الله يستر، وسكر وسمنة وربنا يخليهم وجونا تاني. وخدت البطانية وخدت كيس، ان شاء الله يعود تحليهم بخير وخليهم واحد، ونشكر واحد من الناس ربنا يخليك. كل سنة وانت طيبين وتعودوا بخير. خدت بطانية وخدت كيس اهو، وربنا يصلح حال اللي يدي الناس ربنا يديه. متشكرين الإصلاح والنهضة وواحد من الناس على البطانية والكيس اللي تعطونا، ألف شكر. في مؤسسة في الإصلاح والنهضة بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس بحملة هنا لقرية نديبة تبع مركز دمنهور محافظة البحيرة، ضمن حملة خير الشتاء اللي هي دكتور عمرو الليسي هو سفير الحملة. قمنا بتوزيع 200 بطانية على 200 أسرة، بالإضافة إن احنا جبنا يعني مواد غذائية غطت 100 أسرة، عبارة عن مكرونة، سكر، رز، سمنة.